اهلا بحضراتكم من جديد. انضم لي الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ابو المعاطي زكي، نرحب بيه طبعا. نور الدنيا في قناه، وطبعا يعني نورك ونور جماهيرك الحبيبه العزيزه جماهير النادي الاهلي. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك. يعني حلقه سخنه، حلقه سخنه مع كابتن اسامه، بدات مع كابتن اسامه وان شاء الله كمان شاء الله هتستمر لغايه لما ننهيها. الجماهير داخله باسئله حلقه صريحه في العمق قوي، واحنا قلنا نخصص جزء كده من الحلقه ان شاء الله نفنش برضو بالاسئله المتبقيه، اسئله كتير جدا بصراحه. جاوبنا يعني في اسئله متشابهه كتير قوي، فانا مش عارف اقول اسئله متشابهه. يعني اتكلمنا على وليد ازارو، هتكلم برضو مع الاستاذ المعاذ زكي، لكن الاول قول لي شفت المباراه ازاي وطلعت منها بايه كناقد رياضي؟ شفت المباراة ان الاهلي خسر بارادته وبرغبته مش بقوة النجم الساحلي. الاهلي بمعنى النادي الاهلي اللي احنا شفناه امبارح مش هو النادي الاهلي اللي لعب قدام الترجي الشوط الثاني. الدوافع عنده مش قوية، الحوافز عنده مش قوية، الاصرار والروح القتالية غايبة تماما عن اللاعبين. شفت مجموعة من الموظفين في الملعب كل واحد بيقدم مهمته عشان يبان قدام نفسه او قدام الجهاز انه ادى دوره. لكن ما كانش فيه الروح اللي لعب بيها النادي الاهلي الشوط الثاني قدام الترجي. طب بمعنى ليه؟ هقول لحضرتك ليه. ممكن قلت ليه؟ لان ده ممكن تبقى المده طالت هناك، حصل نوع من الملل في المعسكر. ممكن يبقى هم ما كانوا لسه عايشين اجواء الفوز على الترجي. ممكن يبقى حاله، يعني حاله ملل او كده. ممكن ان يبقى الجهاز ما عايشهمش اجواء ان دي مباراه مهمه، ما قدرش يفصل الفصل التام والنهائي بين مباراه الترجي ومباراه النجم الساحلي. بالمناسبه النجم الساحلي اقل فنيا بكثير من الترجي، الترجي اقوى منه عشرات الاضعاف. اكيد انا اتفق معاك. اللعيبه امبارح في المباراه ما شفناش حد بيكمل لقدام. طب خليني بقى، لان حضرتك بتتكلم كلام مهم جدا، يعني خلينا نتوقف عند كل جزئيه. اتفضل. يعني هل لعيبه النادي الاهلي محتاجه طبعا. طب هل ممكن الجهاز الفني عدى عليه مثل هذه النقطه؟ ممكن يبقى في حاجه فاصله، ممكن يبقى الاجواء اللي عاشوا فيها. يعني هم لما كانوا هنا في القاهره عاشوا اجواء القلق والتوتر والدوافع النفسيه الكبيره اللي حصلت بحضور الجماهير للتمرين الاخير، فشحنت اللاعبين نفسيا ومعنويا، ده اثر ايجابي على ادائهم. غياب العناصر دي عنهم، هم قاعدين هناك في فندق وملعب، مش عايشين الاجواء اللي هنا في مصر. ان الناس تقابلهم في الشارع شدوا حيلكم، ان الجمهور يروح لهم يقول شدوا حيلكم، فدي فصلت عندهم شويه. فبالتالي شفنا اداء روتيني. هضرب لك مثلا، هات بس اداء شريف اكرامي ودوره القيادي والمتميز وبيطلع زي الاسد في مباراه الترجي، رغم انه كان عامل خطا في المباراه اللي قبلها هنا في القاهره، وثقته قد ايه بنفسه، وهات اداءه امبارح. الحاله دي هي حاله الفرقه، حاله ان انا حارس واقف بشكل عادي وبشكل تقليدي، وفرق بين حارس عايز يعوض خطا عمله هنا في القاهره وبيقود فرقته من ورا وبيطلع على كل كره اسد وبيصنع، يعني ما بيلعبش كره غير على رجل لعيب، يعني كان في منتهى قمه تركيزه هو ومدربه. انا مش عارف ازاي يبقى النهارده شريف من مباراه لمباراه مستوى متفاوت. الشوطه بتاع الكره الجون الثاني ده من بعيد قوي، يعني لازم ابقى انا شايف. وبعدين حراسه المرمى فيها مدرب للعيب او لثلاثه في نفس المركز، لازم يبقى في مزيد من التركيز. انا عاوز اشوف دايما شريف اكرامي بالشوط الثاني قدام الترجي. يعني كان ممكن يجيب الكره دي؟ طبعا. طبعا على بعد 40 يارده ممكن يجيبها طبعا. ما فيش شوط على بعد 40 يارده تبقى صعبه أوكي. جدا. في بص يا كابتن، في انت ما انت شايفه بتاع الماتش الاولاني بتاع الترجي، مع انه طلع كورتين صعبين جدا. مش ما هو ما خلي بالك من حاجه بس، قولي ان الحارس يطلع ما ده دوره الطبيعي، ان الهداف يسجل دي وظيفته. لا بس انا قصدي على صعوبه الكورتين، لا هم كانوا جنب العرض تماما. ما انت بتتكلم على حارس كبير برضه. يعني انا بتكلم على كابتن شريف، بتكلم على حارس كبير عاوز اشوفه في قمه اليقظه دايما زي اداءه قدام الترجي. طب انا عايز انقل لك تفاعل الجماهير في ان انت بتقوله بالظبط. اتفضل. يعني في حد بصراحه كان سائل سؤال نفس الكلام بالظبط، دكتور اشرف عزي بيقول هي دي الفرقه اللي من اسبوع عملت الانجاز على الترجي. خلي بالك مصر كلها معجبه بيها. الفرق فقط اعتقد في الاعداد النفسي للمباراه. طبعا. النجم عمل حسابه قوي والاهلي لعبته ريحت نوعا ما وتصدر لهم سهوله النجم والمباراه علاوه على طول المحاصره. شوف يا كابتن عبد الحميد، الفرق بين اداء علي معلول بلاش بقى شريف اكرام في الشوط الثاني قدام الترجي واداءه امبارح اداء موظف القطاع العام، الحد اللي ملتزم بمهامه واقف ورا بتاع، لكن
قدام الترجي لا كان في ابداع في اداء كابتن اسامه وصف الجون الثاني. الجون الثاني اللي هو عامله لا ده راح هناك في اليمين ورفعها بالزبط. يعني عايز اقول كان في ابداع في ادائه زي ادائه مع المنتخب في المباراه اللي احنا شاهدناها له اخر مباراه ليها. طب لكن اداؤه امبارح اداء تقليدي. استنى عشان انا مش عايز اسيب لك حاجه خد. يعني طالما احنا بدانا الموضوع سخن جدا اولا الملعب مش بتاع كوره خلينا نتفق الملعب حتى تيجي تنقل عليه كره الكره عماله تنط يعني اكيد افضل طبعا من ملعب افريقيا كتير كده ماشي لكن افضل من ملعب افريقيا. انا بتكلم على ملعب الترجي كان اسهل ان انت تلعب فيه كوره فيه مساحات مش ملعب اللي هو خلاص الاهلي بياخد الملعب معاه بقى. لا 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 انا بتكلم انا بدي لك وجهه نظر وحضرتك رد عليها زي ما حضرتك عايز بتكلم في كده بتكلم كمان ان فتره المعسكر ما كانش في بديل ان الفريق يرجع لا انا ما قلتش ان الفريق يرجع العكس ده من القرارات الايجابيه ان الفريق قاعد حلو لكن تمام. دور الجهاز في الاعداد النفسي للمباراه في تهيئه اللاعبين ان دي مباراه صعبه ومهمه مش كلام يعني النهارده حد زي وليد ازارو مثلا كل الدنيا عماله شايفه انه محتاج ثقه في نفسه هل الجهاز الفني بيقعد مع علي انفراد يحط ده جواه؟ ده مش موجود انا مش حاسس ان وليد بيتغير من المباراه الاخرى ما زالت نفس الاخطاء بتتكرر من اول مشاركاته في البطوله العربيه تفتكر ليه؟ ده اقول لك انا ليه؟ واحد ان الجهاز ما بيتكلمش معاه طب يمكن ان هو لا لا النتيجه سلبيه تاني حاجه لازم في حاجه اسمها تدريبات تخصصيه ده احنا اقعد اعملها له 100 مره ماشي واحد على واحد انفرادات لحد ما هو خلاص تشيل الجزئيه دي او يبقى في حل تاني عمله محتاج ثقه طبعا محتاج ثقه بس هو مش محتاج انه يبقى عنده ثقه في نفسه وفي قدراته محتاج ان هو يبقى عارف انه هيسجل مش خايف انه ما يسجلش يعني هو جواه انه خايف انه ما يسجلش فبالتالي انت بتخسره وانت ما انتش جاي تديها له مدربه ولا تديها له جماهيره؟ لا مدربه وجماهيره وجماهير خلي بالك من حاجه إيه؟ خلي بالك من حاجه بس الاساس مدربه في جلساته الجمهور ده هو اللي ادى الثقه للكابتن حسام البدري وللكابتن شريف اكرام قبل ما يسافروا طبعا عشان كده المخرج بتاعنا احمد جمال جاب لك عشان كده انا بقول ان الاداء شريف اكرامي في الشوط في مباراه الترجي هو ده النموذج اللي احنا عاوزينه نشوفه لشريف اكرامي لو شريف ادى بهذا الاداء واللي يعرف بقى ازاي هو يوصل للمستوى ده مدربه كابتن طارق سليمان يبقى شريف اكرام هيبقى اساسي في منتخب مصر هيبقى ملوش مثيل يعني احنا عاوزين الاداء بالشكل ده مش الاداء بالشكل اللي انا بحس فيه ان في تريحه دي كانت موجوده امبارح حاسس ان في تريحه من كل اللعيبه كلهم يعني مش شايف لا في اصرار ولا روح قتاليه على ادراك الفوز دي يعني نادر قوي لما تشوفها بصراحه نعم نادر قوي لما تشوف الروح دي على طبعا واهميه المباراه كمان سيبك من القدره على التعويض الاهلي قادر على التعويض بسهوله هنا في برج العرب لكن الفكره انا ما شفتش النادي الاهلي امبارح عنده اصرار انه يكسب ممكن يكون اوفرلود ذهني لا هو عدم وجود تركيز عدم تركيز. التعامل مع المباراه على انها سهله ما عدم وجود تركيز ده لازم نعطي بيرجع لحاجتين اجهاد ذهني او اجهاد بدني لا هو في ملل في ملل اللعيبه شعرت هناك بالملل ولم تشعر باهميه المباراه مثل ما شعرت باهميه مباراه العوده مع الترجي فده كان دور الجهاز الفني كان دور ان هو يقعدوا معاهم ويبقى في بص كابتن جوهري كان ابداعه في ان هو الجلسات الفرديه مع اللاعبين ثم المحاضرات الجماعيه وكابتن حسن شحاته كان نفس الفكره كان انك انت بتقعد فردي تشيل الضغط النفسي من على لعيب او تحسسه بقيمته باهميته يعني انت امبارح في الشوط الاولاني جونيور اجاي كام كوره مش عارف يلعب لمين مفيش زياده من لعيب وسط الملعب او من الاطراف يعني خد بالك الجون الثاني الراجل رايح يشوط بكل اريحيه الاثنين اللي في قلب وسط المدافع مش موجودين فماشي عمال ماشي بالكوره حتى لو مشي كمان 10 كيلو ما كانش حد هيقابله فدي مشكله انك انت كان في تريحه من لعيبه النادي كان في يعني ما كانوش في يومهم فبالتالي حصلت الهزيمه لكن النادي الاهلي قادر هنا على التعويض قادر على الفوز باللقب مش ان هو بس يكسب 1-0 فرقه النجم الساحلي اضعف من فرقه الترجي بادائها امبارح مساله محتاجه تركيز شديد من لاعبي النادي الاهلي خاصه المدافعين الجزئيه الثانيه ان وليد ازارو طالما مصمم كابتن حسام انه يلعب باستمرار يبقى لازم اللعيب ده يبقى عنده ثقه في نفسه وفي قدراته وفي امكانياته حتى لو اضطريت انك انت تلجا الى الاستعانه بالطبيب بالطب النفسي الرياضي زي ما كان بيعمل مستر مانويل جوزيه مستر مانويل كان بيعمل كده كان بيجيب دكتور متخصص يقعد مع اللعيبه يعرف يشوف يحكي بحيث انك انت ترجع له ثقته في نفسه لكن بصفه عامه الحكم امبارح كان انا مش شايفه ان هو
تحامل على النادي الاهلي في حاجه، لكن بالعكس الاداء كان طيب، كان يعني مش تحامل بس يعني اخطاء، يعني في طرد للمدافع الجزائري، المدافع هتقول في طرد الناس هتتكلم في الفاول بتاع بتاع صالح، بتاع صالح انا قلت بس انا قلت في الاول انت ممكن تلعب بالنجم الساحلي ب 10 لعيبه. أيوة. يعني اللي هو لو في بقى جزئيه يا كابتن عبد الحميد اقول لحضرتك في ضربه جزاء، اصل انا الكلام ده انا بسمع راي الحكم الدولي جمال الشريف صراحه. انا بحترمه قوي طبعا طبعا، يعني قال ان قيمه تحكيميه كبيره، قال طبعا الجول النادي الاهلي كان فاول لصالح جمعه. ما فيش مجال، يعني قال ان النادي الاهلي يستحق ضربه جزاء اللي وليد ازارو ضربه جزاء والحكم شايفها يعني يعني كانت يعني حاجه يعني ولا الشمس. قال لازم كره علي معلول اللي داخل منها الجون او تسبب بسببها الجون لازم الراجل ده ياخد طرد، لان داخل رجله كانت هتتكسر. أيوة فعلا. أيوة شفت الكره. أيوة صعبه جدا. زائد انذار احمد فتحي. عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، احنا هنا قبل المباراه اتكلمنا في اهميه صالح جمعه. بالظبط. صالح جمعه انا مش عارف ليه ما بيبداش. صالح جمعه ده سؤال جماهيري. الناس كلها بتسال. هل بقى زي ما عبد الرحمن مجدي كتب ان هو في كلاش بينه وبين كابتن حسام وانه يمشي في يناير وان صالح دخل عمل لايك؟ خلي بالك ايه، انا معاك على المفتوح. يعني ما بس لعب والطبيعي انه يلعب. لان الجهاز بيتعامل بفكر احترافي. كابتن حسام عمره ما هيبقى واخد موقف من لعيب لتقلي دمه عليه. حلو. او لاي سبب من وده الأسباب. الطبيعي. لكن الطبيعي برضو النهارده ان حد بالقيمه الفنيه والقدرات الفنيه العاليه لصالح جمعه انه ما ينفعش يبقى بره التشكيل باستمرار. يعني انت محتاجه في بعض فترات المباراه. انت صالح جمعه يعني الكره بتطلع من رجله بتزغرط زي ما بنقول. يعني عامل واحده امبارح حلوه قوي غير اللي هي بتاعت جون الباص اللي من فوق المدافعين. يعني انت محتاجه. النهارده كوبر في المؤتمر الصحفي بيقول بديل عبد الله السعيد عندي صالح جمعه. مفيش طبعا كلام. فانت يعني ايه ده محتاج انك انت توظفه بما يفيد الفرقه. ما ينفعش يبقى بره باستمرار. ما ينفعش يبقى وليد ازارو ممكن يبقى جزء من علاجه انه يبعد عن الملعب. طب مش انه يلعب. تنصح الكابتن حسام بايه؟ يعني انا سمعت راي الكابتن اسامه عرابي بصفته مدير فني. بص كابتن حسام البدري لما بتحط تحت ضغط بيركز زي فرقه النادي الاهلي. انصحه بالتركيز بس. لا تنصحه في ايه؟ في جزئيه وليد ازارو. لا وليد ازارو لازم يبعد شويه. يبعد شويه ولازم تبقى او في جلسات نفسيه معاه سواء من الكابتن حسام او من طبيب نفسي رياضي زي ما كان بيعمل مستر جوزيه. لكن وليد ازارو علاجه عند نفسه. مش عند حد تاني. يعني وليد ازارو لو هنا في استاد القاهره وفي جمهور اهلي الزومة بتاعتهم تخليه يكره نفسه. طب ما يعني بالفرص الكتيره اللي بيضيعها. طب ما انا هقول لك برضو رد، لان برضو خلي بالك من حاجه. انت عندك حد بره لو واخد الفرص والوقت اللي واخده وليد ازارو يعني يبقى مستواه قده 10 مرات ويسجل قده 10 مرات اللي هو عماد متعب. يعني انت شايل عماد متعب خالص. خدت وعدك؟ بالعكس ده لو وليد بقى هو وليد ازارو بقى هو الاحتياطي المتعب لا تفرق. تفرق لصالح النادي الاهلي مش تفرق ضد النادي الاهلي. لو كابتن حسام اشتغل الثلاث اسابيع دول على متعب يكسبك الماتش الجاي وانت مستريح. لانه عنده خبرات وقدرات تقدر انها تخلص لك المباراه في لحظات. مش انك انت تنك قاعد لفترات طويله والنبي يا رب يا ازارو يعني تظبط رجلك وكده بتاع. لكن هو مهاجم كويس ما قلناش حاجه، لكن في نفس الوقت الرهبه او الخوف او الخضه او الحاجات دي قدام المرمى دي مساله متكرره. يعني اما بقى يشوفوا له حد يرقيه زي ما كان احمد فتحي امبارح بيرقيه امبارح كده بين الشوطين. يعني انت انا اتفق معاك في ان كابتن حسام اكيد هيركز مع عماد متعب. انا اتمنى انه يركز مع عماد متعب واتمنى انه يركز مع صالح بعد ما يجي من المعسكر. وانا شايف ان حته غياب احمد فتحي مش معضله صعبه. انت عندك في الحته دي محمد هاني وعندك باسم وعندك عاشور باذن الله يكون خف ورجع وعاشور من العناصر المهمه جدا 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 في وسط الملعب. لكن عندك في نفس الوقت هشام محمد حتى لو غاب عندك اكرم توفيق من العناصر المتميزه جدا 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 النادي الاهلي اشتراها قبل بدايه الموسم الماضي. لو خد اكرم توفيق هيبقى جامد جدا ويقدر يحل لك كل حاجه. يعني مش لازم تبقى انت دايما حسام عاشور غاب تبقى الدنيا هتتهد. لا عندك اكرم توفيق لو خد كان بيلعب اساس الموسم اللي قبل اللي فات في انبي. يعني لازم يبقى في مساله الشيفتنج بقدر محدود من اللاعبين مش بقدر كبير ومش وعند الضروره. يعني جزئيه مهمه نتكلم فيها بعد ما اخد بس يعني راي الكابتن الكبير المحاضر الدولي الكابتن احمد الشناوي. اهلا بيك كابتن.
اهلا بيك كابتن عبد الحميد، واهلا بالاستاذ ابو المعاصي. الله يخليك كابتن، الله يكرمك. الله يخليك، اهلا بيك. الله يحفظك. اتفضل. منور الدنيا. ده نورك يا حبيبي، نورك. يعني عايز اعرف وجهه نظرك التحكيميه في مباراه الامس. اكيد حضرتك كنت يعني مدون بعض النقاط المهمه جدا، فلو حضرتك يعني تفضل وتقول. انا عايز اقول الناس بتتكلم على الفير بلاي، اللعبه اللي النادي الاهلي طلعها. ده الفير بلاي ما اتحققش، بس الكارت اللي اللعبه اللي ضرب فيها علي معلول وطلعوا له الكوره مخالفه تستوجب الطرد. يعني هي هم المفروض ما يبقاش عليهم قوي، المفروض يكون لصالحهم فاول ويطرد هذا اللاعب. طبعا. لان الاعاده موضحه مدى استخدام القوه الزائده والعنف ضد معلول. فدي يعني النقطه اللي لازم، يعني احنا ما ندورش على الفير بلاي بقدر ما ندور على الاساس. ما احنا يا كابتن احمد، ما احنا يا كابتن احمد لو عندنا الكاميرات اللي هي بره بتساعد الحكام كانوا حد بلغوا، لكن احنا للاسف مش عارف هتبقى عندنا التقنيه دي امتى. اول حاجه، اول حضرتك حاجه، معلش مع احترامي الشديد، الحكم امبارح كان في لعبه نفس اللعبه دي المساعد المفروض يقول له عليها والحكم بعيد. يعني هو عايز تفهمني المساعد ما شافش الدخله دي يا كابتن عبد الحميد؟ ما علي معلول راح لللاين مان قال له انت ازاي ما شفتش؟ بالظبط بالظبط بالظبط، لازم شافها. يعني صعبه جدا، صعبه جدا. في كوميونيكيشن سيستم، يعني ما فيش خوف حتى بالصوت، يعني يقول له الوضع كده خلاص انتهى الموضوع. خدت بالك؟ فالموضوع، يعني انا عايز اقول الموضوع سهل مش صعب، لكن الفير بلاي طبعا، يعني القضيه الاولى قضيه خطا يستحق الطرد لم يحتسب. الخطا الثاني ان الفير بلاي مش موجود، ان هم مطلعين شايفين لعيب اتضرب بالشكل ده. يعني هم المفروض كانت عندهم تتقابل، يعني تديهم الكره، وخاصه انها طلعت مره ثانيه تمام، يعني اتكررت بقت تماس مره ثانيه. بالظبط. انت معايا يا كابتن فرنبوك؟ ده يعني ده لعيب تونسي كمان، يعني ده لعيب تونسي. يعني انتوا ايه يا جماعه، بتلعبوا الكرة ولا ايه؟ يعني كان لازم لعيبه الاهلي تبقى يعني اكثر، يعني زي ما تقول حده، وطلب حقهم في حاجه زي كده. وليه الحكم ما يكونش ليه سلطه يا كابتن احمد في الموضوع ده؟ ما يقدرش الحكم. يعني ليه ما يكونش ليه سلطه؟ لا، هنا الحكم ما يقدرش يقول الكلام ده. ما يقدرش يقول الكلام، هو الحكم ما لهمش طلعوا الكوره، هم اللي طلعوا الكوره من نفسهم. فبالتالي الحكم ما يقدرش يقول لهم ايه. يعني من الاولى ان الاتحاد الدولي لكره الفيفا قالوا ان في فير بلاي، ويعني ايه فير بلاي، ووضحوا الكلام ده كله. من الاولى ان الحكم بقى ليه سلطه في مثل هذه الحالات. بص يا كابتن، انا معاك ان الفير بلاي دي من القواعد بتاعته، لكن خلي بالك من ضمن القواعد بتاعته بيقول لك بلاي تو وين، يعني العب عشان تكسب. تمام. ممكن الفريق يلعب عشان خاطر الفريق الثاني ما يكسبش، عشان الفريق ده يقعد بطوله او تمام دور ثاني معاه والحاجات دي كلها. اذا مخالفه الفير بلاي ممكن تبقى موجوده، لكن انت فاهمني ازاي من اللعيبه، لكن المبادئ موجوده، لكن التطبيق مش موجود. هتعمل ايه؟ ما تقدرش تفرض عليهم التطبيق. خدت بالك؟ لازم يكون هو من عنده. يعني معلش يا كابتن، حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا، يعني انهي الاولى او انهي الاحسن او انهي الاحسن لعيب كره القدم، الفير بلاي ولا بلاي تو وين؟ ولا ايه؟ ولا بلاي تو وين؟ لا، ما هو الفير بلاي دي اللي الكريتيريا بتاعتها، المعايير بتاعتها، يعني المبادئ بتاعتها، انك تلعب عشان تكسب، انك تحافظ على اللاعب الاخر. بالظبط بالظبط بالظبط. في اعتبارات ده لازم بياخدوها الفرق في البطولات والحاجات دي كلها. وده الفير بلاي ده ما مضمون والحاجات دي. لما تشوف لعيب يعني اصابه زي دي طلع الكوره، انت خدت بالك؟ يعني حتى دلوقتي في تعديل نزل في القانون، لما يحصل اثنين لعيبه كابتن ابو المعاطي يخبطوا دماغهم في بعض، الدكتور ينزل على طول. لازم طبعا لازم لازم يعني يوقف اللعب على طول يشوفهم عشان سلامه اللاعب. سلامه اللاعب. فيعني المساله طبعا ليه؟ طب ليه بيقول خبط الدماغ ده يا كابتن؟ عارف ليه؟ لان الخبط الدماغ لما راس في راس تخبط في بعض، السبب الرئيسي البلع اللسان. بالظبط بالظبط. السبب الرئيسي انه بينزل في الارض مش دريان ومخبوط دماغه، بيحصل عمليه اللي هو البلع اللي بتأدي لوفاه والحاجات، بيحصل ارتخاء في الجسم كله، في عضله اللسان بتقفل مجرى الاكسجين في الجسم. بالظبط. لكن امبارح طبعا، يعني انا عايز اقول النادي الاهلي، يعني انا شايف في ركله جزاء كمان وليد ازار. يعني ركله جزاء واضحه جدا ما اتحسبتش،
يعني انا عايز اقول للحكم رغم انه في الحاله الاولانيه اللي كانوا عايزين يهموا فيها ركله جزاء الحكم رائع بعد ما احتسب انه ما كانش فيه ركله جزاء هو الحكم للاسف الشديد انا شايف ان انذار احمد فتحي انذار غير مستحق على الاطلاق مش عارف ايه سببه والله يعني انذار يعني مش عارف يعني تحس انه جاي من الهواء ملوش يعني مش عارف يعني لدرجه يعني انا شايف ان هو ما عطلش اللعب يعني خالص بالعكس ده النجم اللي كان بيعطل اللعب احنا الاهلي كان عايز يجيب هو لعبه وليد سليمان انا شايفها في زيها تكوبا لاعبين تاني نفس الكلام يعني ما اداش فيها انذارات انا مش عارف معياره او ثبات معياره ما كانش موجود في المباراه الحاجه الثانيه برضه عشان ندي كل واحد حقه هدف صالح جمعه تمام في عرقله تمام في تمام قلنا والله قلنا والله يا كابتن احمد قلنا احنا في قناه النادي الاهلي وقلنا احنا قلنا يعني كل واحد يبقى يعني الوضع يعني كل واحد خد حقه لا طب يعني يا كابتن احمد يعني انا مش عايز اطول عليك يعني قول لي تقييمك للاداء التحكيمي الافريقي عموما وهل يليق هذا الاداء بسمعه الكره الافريقيه المفروض ان احنا مرشحين حكام لينا يروحوا كاس العالم هو بص حضرتك انا عايز اقول لحضرتك حاجه يعني معلش هو قضيتنا تكمن في حاجه ان بطولاتنا الافريقيه اصبحت بطوله يعني بطولات كبيره ومستواها اصبح مستواها كبير يعني حتى دلوقتي الكونفدراليه بقت يعني زي ابطال الدوري اكيد اكيد يعني اكيد زي الشامبيونز ليج تحس ان هي بقت قويه فالمشكله ان عدد الحكام اللي هم الاكفاء اللي يجيهم قلق قليلين يعني مش عارفين يعني زي ما تقول ايه يطوروهم مين ولا مين ولا مين ما قدروش لكن انا بعتقد ان في تغيير في التحكيم الافريقي ويعني ان شاء الله يعني يكون في حكم مباراه المنتخب لكن هذا هو قدرنا على لابد ان احنا نتعامل معاه اكيد يا كابتن يعني حكم مباراه المنتخب القادمه حضرتك رشح ولا لسه ولا ايه رايك؟ لا ما هو تقريبا انا رايح من دماغي انا اتحط خلاص مين هو يا كابتن؟ لا مش متذكر اسمه مش متذكر بس مش حكم مش وحش حكم كويس يا رب يا رب عايز اقول على حاجه احنا يعني ايه ما نفكرش بالحكم نفكر نلعب كويس ونكسب انا معاك والله بتفق معاك تماما بس اكيد حضرتك طبعا حكم دولي سابق وعارف يعني كلك خبره عارف ان الحكم ساعات بيأيد الفرقه شويه ايوه انا معاك بس احنا مش عايزين نشغل بالنا اكيد فيه. اكيد طبعا اكيد طبعا اكيد طبعا ما يبقاش عندنا يعني حل على انا متفق معاك تمام متفق معاك تمام عندهم ضغوط المباراه وضغوط اهميتها وضغوط الجماهير ما نحطش الحكم كمان يبقى ضغوط على اللعيبه بتفق معاك تماما كابتن احمد الشناوي حكمنا الرائع السابق والمحاضر الدولي شكرا جدا لحضرتك على هذه المداخله ايه لا كلام من حد متخصص وفاهم وواعي وكلام محترم ولو قيمته وحضرتك كنت لسه بتقول يا كابتن ان اللاعب اللي عمل الفاول مع علي معلول كان يستحق الطرد لكن يعني اخطا يعني انا شايف ان حكم اخطاه على الطرفين فبالتالي لم يتعمد امر من الاثنين يعني تمام حضرتك الجزاء او كده تمام حضرتك اتكلمت على الجو العام المباراه حضرتك اتكلمت على اسباب تدني المستوى شويه في النادي الاهلي حضرتك اتكلمت كمان على ان تعويض احمد فتحي مش صعب لا مش صعب تعويض عبد الله السعيد موجود هاني موجود صالح جمعه وموجود باسم وموجود صالح جمعه باذن الله الفرقه بس بعيد شويه بس طبعا بعيد بس هو انا شفت الناس برضه بتسال كتير على مباراه وديه اظن في بدايه الموسم كان كويس جدا هي. اكيد هو كان لعيب كويس وهو لعيب كويس لعيب كويس جدا يعني او في بطوله عربيه مش فاكر يعني شايفه لعب في ماتش كان عالي جدا جدا يعني اظن في بطوله عربيه في البطوله العربيه برضو عايز اخد رايك لعيبي خط الوسط الثلاثي انا شايف ان انت شفت وليد سليمان انا عايز اسالك سؤال مهم الاول قبل ده انا كلمت الكابتن اسامه عرابي من شويه قلت له الطريقه كانت 4-2-3-1 ولا 4-3-2-1 لا 4-2-3-1 4-2-3-1 شفت عبد الله سعيد في مكانه لا بص عبد الله اظن ان الكابتن حسام مديله حريه شويه انه يتحرك تمام أو ولا مديله او هو بص عبد الله لعيب مزاجنجي ولعيب كبير ممكن يبقى في وقت من الاوقات المباراه كابتن حسام يقول له روح تعالى زي حته علي معلول تمام في ماتش الترجي اللي الهدف اظهرها قوي تمام فلكن انا شايفها هو لعب بشكل ثابت 4-2-3-1 واجاي كان واضح انه على الشمال وليد سليمان كانوا واضحين دول جدا عبد الله يعني
يعني ما انتش حاسه قوي في التركيز. كنت حاسه ناحيه الشمال قوي. اه كنت حاسه ناحيه الشمال قوي وفي نفس قريب من اجاييه. بالظبط. عشان كده جونيور اجاييه في اول تلت ساعه جات له كذا كوره وقف عليها انه يلاقي حد جاي من ورا مكمل. ده اللي بتكلم فيه. ما بقاش يلاقي حد انه يلعب لقدام ما فيش. ده اللي بتكلم فيه. برضه من عيوب وليد ازارو الميس باص عنده عالي جدا. بعدين بيستقبل من ورا المدافع مش من قدام المدافع. يعني في امبارح في كذا كوره لعبها له اجاييه بيستلم من ورا المدافع. فبالتالي هنا طب انت خلاص يعني انت مستنيها تجي لك متقشره ولما بتيجي حتى متقشره بيحصل حته الخضه دي خلينا نسميها الخضه او الارتباك قدام المرمى. لكن بصفه عامه يا كابتن النادي الاهلي فرقه النادي الاهلي بتمتلك خبرات كبيره جدا بتمتلك قدرات فنيه عاليه قادره على التعويض. اللي حصل امبارح ده انا شايفه عبء اداري في اداره البعثه. البعثه كانت لازم قبلها بيومين ثلاثه يعيشوا اجواء المباراه. لازم يبقى ما اعرفش ده بيحصل في الفرقه ولا لا بس غالبا ما بيحصلش. كنت بشوفه بيحصل في المنتخب مع كابتن حسن شحاته انك انت بتعمل ملخص يعني في المدافعين بتعمل ملخص للمهاجمين هم بيجيبوا اجوانهم ازاي بيلعبوا عليهم ازاي لا بيعملوا تحركاتهم ازاي الحاجات بالشكل ده. يبقى لازم يبقى انا عارف ان الناس دي بتشوط من بعيد. يبقى انا لازم اعمل ضغط على اللعيب ده يبقى كراتهم الثابته بيستخدموها بشكل كويس جدا. ففرقه النجم الساحلي اسهل 100 مره من الترجي. انا معاك. ولو الاهلي بتركيزه الحاجات دي مهمه جدا وبتحصل في محلل اداء خلي بالك بيقطع كل حاجه المدافعين والمهاجمين. الاستاذ معاذ بيتكلم على اداره المباراه وليس الاداره بشكل عام يعني. تاني حاجه لازم يبقى في تدريبات تخصصيه. يعني النهارده انا معاك لازم. وبعدين خلينا كابتن كنت برضه اتكلمت مع حضرتك هنا قبل كده مفيش استغلال للضربات الثابته مفيش تكتيك للضربات الثابته حوالين ال 18 ومفيش حد النهارده بيشوط. لازم انمي قدرات. عبد الله السعيد دي كانت عنده ميزه رهيبه جدا جدا وهو في نادي الاسماعيلي فكره الشوط من بره ال 18 سواء كرات ثابته او متحركه. وليد سليمان كان بيشوط بس ما جاتش ضربات احمد فتحي لا لا يعني مش لازم تبقى يعني قدام نقطه الجزاء لا لا قصدي على الضربات على قصدي على منطقه ممكن عبد الله يسدد كل الكرات الثابته اوفر. يعني كل الكرات الثابته اوفر في الاوفر اللي تجيله وهم عندهم قلبي الدفاع الاثنين طوال. في كره التونسيه دايما هتلاقي قلبي الدفاع دايما طوال. انا قصدي اقول انت يبقى عندك تكتيك للضربه الثابته. يعني مثلا ايه مثال مثلا المصري الركنيات بتاعته النهارده بيسجل منها يا اما بيلعب على القريبه حد بيزحلقها للورا في جمل في جمل يعني في حاجه السبت. احنا بنشوفها بنقول ان في حاجه معموله في الملعب مش انها متسابه للعرضيه وبختك يا ابو بخيت. لكن بصفه عامه يا كابتن دايما يعني انا ما كنتش اتمنى ان احنا الاهلي يرجع خسران 2-1 لان هو كان يقدر يفوز امبارح. لو خدوا الدش اللي خدوه بين الشوطين زي مباراه الترجي من الكابتن حسام لا كان الاهلي يرجع فايز امبارح. لكن كانت في زي ما بقول لك كده حاله ايه يعني الناس عايزه ترجع تحس ان هم عايزين يخلصوا الماتش ويرجعوا مفيش التركيز الشديد مفيش رامي ربيعه اللي عمال بيحمس اللي قدامه كل فرقه بتكلم بعضها يعني ما في ده مش موجود زي مباراه الترجي. تمام نشوف الاسئله شويه من من الناس. التحكيم جاي على الاهلي قوي يا كابتن في افريقيا احمد فتحي ياخد انذار ليه؟ ده بيساله طه علي يوسف. والله انا مش شايف انها بتستاهل انذار. مش شايف لا مش شايف انا نفسي اعرف سبب مش شايفها تستاهل انذار. يعني ده احمد لسه بيقول ده انت ربنا لطف ان يعني امبارح علي محمد علي وهو بيعلق قال ان وليد سليمان خد كمان انذار. يعني رغم ان الفاول كان لصالح وليد فالحمد لله ان وليد ما خدش انذار. وبعدين خلي بالك برضه الحكم اللي خلص عليك هو الحكم بتاع الترجي اللي هو قاعد يفرض في الانذارات فبعد كده كان بيوزع انذارات عليه ست لعيبه عندها كره صفر. تمام. كابتن بعد اذنك كابتن المعاطي بعد اذنك ممكن ترد عليا تقول لي صالح جمعه ما بيلعبش من اول الماتش ليه وهشام محمد والله لعيب كبير بس بدري عليه ان احنا ننتقده كل الانتقادات دي ده محمود لا ما فيش حق هو احنا ما تعرضناش لهشام محمد قوي بس هشام محمد فارق رهيب بينه وبين حسام عاشور. انا برضو خلي بالك لما بشتري لعيب في النادي الاهلي ببقى بشتري لعيب عشان ينزل يلعب يعني حسام عاشور عمل دروب فعلا امبارح طبعا 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 حسام عاشور عمل دروب رهيب جدا 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 وانا لما بشتري لعيب يعني لو مش زي اللي عندي يبقى على الاقل 85% من اللي عندي سواء ده بقى ينطبق على هشام محمد ينطبق على ازارو ينطبق على الشيخ ينطبق على عمرو بركات ينطبق على اي لعيب انت جايبه. النادي الاهلي لما بيجيب لعيب بيجيبه عشان يخش جوه الترس ويشتغل مش بيجيبه عشان يقعد على ما ياخد على اجواء وحكايه وروايه لا انت جايب لعيب برقم يعني ازارو بما يعادل مصر 28 مليون ما اناش جايبه عشان اقعد اربي فيه
واقعد اعالجه، لا ده انا جايب حد عشان يخلص لي مباراه، وجايب حد عشان يعالج لي هروب كوليبالي، فبالتالي انا جايب حد هداف، فالهداف ده لازم انا شفته كويس وكده زي ما بيقول يعني مليت عيني منه وعرفت قدراته وعرفت مميزاته وعيوبه، ولو عنده عيوب تبقى مسؤوليتي انا كجهاز فني مش مسؤوليه اللعيب، انا اللي مفترض ان انا اعالجه. تمام. سواء هو او هشام محمد او احمد الشيخ او عمرو بركات او اي لعيب من اللعيبه الجديده اللي جت في يناير او في الانتقالات الصيفيه. تمام. عصام مصطفى كريكا بيمس عليك ظلم عاطي، بيقول لك مستوى دفاع الاهلي ايه رايك فيه؟ لا انا شايف ان رامي ربيعه وسعد سمير من اللعيبه المتميزه، وهم دول دفاع منتخب مصر يعني، هم الاثنين ومعاهم علي جبر وحجازي هم دفاع منتخب مصر، وعشان كده بقول لك ايه، الترجي كانوا كله في قمه اليقظه امبارح، في حاله الناس مريحه، الناس مش واخده المباراه على محمل الاصرار، على محمل ان انا لازم اكسب، فبالتالي الناس بتقارن، خاصه من المباراتين في تونس، وربما هم عاشوا اجواء احتفاليه اكبر عن الترجي. وبعدين خلي بالك من حاجه، لازم اللعيبه والجهاز يعرفوا ان زي ما مصر كلها كانت فرحانه بيهم قدام الترجي، مصر برده كلها زعلانه منهم بسبب الاداء المريح. انت تكسب هنا سهل، تكسب 3-4 هنا، بس ما انتش ضامن ظروف المباراه ايه، ما انتش ضامن حاله طرد تجيلك مبكره، ما انتش ضامن ضربه جزاء تيجي عليك، يبقى مش تلعب كوره كل شويه يقعدوا يناموا ويقوموا ويستفزوك ويكسبوا وقت. لكن لو عندك اصرار على مكسب انت تكسب الفرقه دي هنا في القاهره 3-4 وانت مستريح. تمام. برضه زلمعاطي سؤال بيقول النادي الاهلي قادر ان هو يعوض بمنتهى السهوله، النادي الاهلي بيمتلك جهاز فني كفء جدا، لعيبه كلهم في منتهى الكفاءه، لعيبه رجاله بيعرفوا يعني ايه قيمه النادي الاهلي، ولعيبه بيعرفوا يعني ايه دفعوا عن تيشيرت النادي الاهلي. سؤال مهم جدا، وبيملكوا جمهور يحسس وراه في كل مكان. النادي الاهلي قادر يرجع بمنتهى السهوله، قادر يرجع، وانا مع الاداره انها طلبت حضور 60,000 متفرج. كنت لسه اقول لك مثال، لان هنبقى لسه خارجين من مباراه الكونغو، فطبيعي ان الناس تروح وطبيعي ان الناس تحتفل وتدعم النادي الاهلي في مباراه زي دي، مباراه مهمه، واتمنى بقى ان احنا نرجع نشوف النادي الاهلي هنا في القاهره، مش شرط كلها تبقى في برج العرب، لا إن احنا محتاجين نشوف الاهلي ومنتخب مصر بيلعبوا في القاهره في ملعب الدفاع الجوي او في استاد القاهره او حتى استاد السلام يعني، لان ده برده جمهور القاهره مش هيتنوا رايح جاي اسكندريه رايح جاي ورا المنتخب ورا النادي الاهلي يعني، محتاجين نشوفه هنا. تمام. طيب سؤالين بالنسبه للمنتخب يا استاذ معاطي، هل يؤثر غياب عبد الله السعيد على الاداء امام الكونغو؟ لا يؤثر، لا يؤثر، لا يؤثر، لان صالح جمعه انا شايفه لا يقل عن عبد الله السعيد. الحاجه الوحيده اللي انا قلقان منها حته الانسجام مع محمد صلاح، يعني عبد الله مع محمد صلاح في تفاهم وانسجام رهيب بينهم، هل صالح هيقدر يخلق ده في خلال المعسكر في تواجده خلال المعسكر؟ لان صالح برضه خلي بالك ايه، باللغه الكوره كده حاسس بنفسه، فيعني حاسس انه يعني انه نجم، انه جامد، هل ده يقدر يقرب بينهم المسافات؟ هل يشعر باهميه المباراه دي ويبقى في فكره التعاون مع زملائه، وان يبقى في انصهار مع الكل؟ اعتقد ان اجواء منتخب مصر واهميه المباراه تخليهم ان هم يعملوا ده في الفتره اللي جايه. تمام. وبالمناسبه مؤمن زكريا يستحق الانضمام للمنتخب، والقرار صدر امبارح. لسه كنت اسالك السؤال ده، كوبر ضم مؤمن زكريا يستحق الانضمام ايضا وليد سليمان، لان المستوى اللي عليه وليد سليمان يؤهله بقوه للانضمام لمنتخب مصر، يعني لعيب راجل، لعيب عنده حلول فرديه، عنده رؤيه في الملعب، فبالتالي المنتخب محتاجه. ما تجيش تقول لي النهارده انك انت في عناصر بتنضم، ما اعتقدش انها افضل من وليد سليمان، وفي عناصر مستواها هبط في المنتخب بعد ما راح للمنتخب، يعني خلينا نتكلم بكل صراحه، يعني رمضان صبحي النهارده مستواه مش هو مستواه في النادي الاهلي، فبالتالي هو مستواه تراجع جدا جدا جدا، يعني مش كل المحترفين يا جماعه فرخه بتشك وافضل من المحليين، لا، في لعيبه هنا في الدوري المصري تحديدا مؤمن زكريا ووليد سليمان يستحقوا الانضمام للمنتخب، يعني الاثنين يستحقوا الانضمام للمنتخب. فكره بقى ان انا هقول يعني لو جبت حد كبير مش هيقعد بديل او هيعمل مشاكل، لا، ما اعتقدش ان ثقافتهم الاثنين بترد على اسئله انا بسالها يعني، لان هو ده اللي الجهاز بيقوله، يعني قدرات الاثنين لعيبه ملتزمه، مجرد ان ده شرف بالظبط، عندهم التزام وعندهم انضباط وعارفين يعني ايه منتخب مصر في الأهلي. ويقعدوا في الاهلي مش هيقعدوا في المنتخب ليه؟ وانضمام مؤمن النهارده ده مكسب للمنتخب، ولعيب عنده يعني ايه برضه الجزئيه اللي باكد عليها، مش عشان هو محترف يبقى لازم اجيب، في لعيبه محترفه مستوى هبط، منها مثلا كلنا شفنا عبد الشافي، زي ما كلنا شايفين دلوقتي تراجع مستوى رمضان صبحي، رمضان صبحي النهارده مع المنتخب
ومع ستوك سيتي اقل من مكان مع الاهلي. عبد الشاف النهارده مستواه، عبد الشاف ما لعبش المباراه اللي فاتت اللي هي ممكن عشان اللي كسبوا فيها 5-3 اللي هي بتاعت الرائد السعودي. فعاوز اقول برضو ان يعني الجهاز ما يبقاش الدنيا مقفوله على مجموعه لاعبين لعبه المشوار بمستوى مرتفع ثم بغلق عليها. والنهارده انضم محمد فتحي وحسام حسن ومن زكريا، دي بادره طيبه ان في اخرين هيبقوا رايحين منتخب مصر. حلو، عايزك توجه يعني توجه نداء 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 احمد في دير النحاس للجهات الامنيه. الجهات الامنيه بص، عايز ان الجهات الامنيه تتعامل اول حاجه الجمهور استوعب الدرس. الجمهور استوعب وشفنا تشجيعنا مزاجي عليها انها تفتح الملعب طالما في قانون دلوقتي للرياضه يحاسب المخطئ وفي كاميرات وفي اجهزه الدفع فيها مئات الملايين والمليارات ها على مدار وزارتين او ثلاثه في شباب الرياضه لتجهيز الملاعب بالشكل ده. فالنهارده مش عشان انا خايف من علاقه رئيس نادي الزمالك بجمهوره اقفلها على الكل، لا انا لازم افتحها، افتحها واللي يغلط يتحاسب، اللي يغلط يتحاسب. تمام. لكن مباراه زمرات النادي الاهلي، لا الاهلي محتاج 60,000 متفرج، مصر محتاج، منتخب محتاج، ده احنا مصر محتاجه، لانك انت مش هنظل الملاعب خاويه، لا وكمان محتاجين يعني نفرح، محتاجين نفرح ومحتاجين يبقى مروحه الاستاد يا كابتن مش امله بالنسبه لنا، يتحول الى امر عادي وتقليدي اكيد، فبالتالي خلاص يبقى الدنيا كويسه. نورتني وشرفتني، الله يخليك، ودايما بستمتع بيك، الله يخليك، وبارائك الجميل، انا اتشرفت بيك، الله ربنا يخليك يا رب. ربنا ان شاء الله نلتقي ان شاء الله يعني قبل المباراه ان شاء الله برضه ان شاء الله ليا الشرف نتكلم في نقاط مباراه 22 صح؟ ان شاء الله باذن الله. يعني وقتنا انتهى معاكم، كان الفقره الاولى مع كابتن اسامه عربي كلمنا في الفنيات، والفقره الثانيه مع الاستاذ المميز عبد الاستاذ انن استاذ ابو المعاطي زكي، بصراحه يعني من ارائه القويه جدا، لازم يدي قنبله في الاخر كده تخليك بس عارف القنبله ايه بقى؟ لا مش عايزها، مش عايزها. طيب قول لي، طب قول لي انا عاوز بس يعني احنا كنا بنتكلم عن الامن والجمهور، انا عاوز بس احذر من كارثه ممكن انها تحصل في نادي الزمالك. النهارده الناس المرشحه مش عارفه تخش النادي، دي كارثه بكل المقاييس. خلينا في الاهلي، خايفين لا ما هو الاهلي، ما هم نفس اللائحتين هيبقوا قدام اللجنه الاولمبيه، لائحه الزمالك بالالغاء لوجود 17 بند قانوني غير قانوني موجود فيها، ولائحه النادي الاهلي بالاقرار. فاللي انا عاوز اقوله ان في حاله احتقان، مش بقى مش جمهور، حاله احتقان مسؤولين مرشحين لاداره نادي. ان شاء الله فبالتالي كله يعدي على خير ان شاء الله، ان شاء الله، ولازم لازم ان شاء الله ادينا قنبله كده. نورتنا وشرفتنا والله، بستمتع بيك جدا ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله الاهلي قادر قادر ان هو يعدي هذه المعركه، ان شاء الله تبقى معركه سهله. لازم مسؤولين بعد اذنكم، رجاء رجاء يعني رجاء ان شاء الله استاد برج العرب يمتلئ بالجماهير الاهلاويه، لان هي الحاجه الوحيده اللي هتطلع اي حاجه من لعيبه النادي الاهلي، ما حدش يعرف يطلعها منه، وان شاء الله يفرحوا مصر كلها. النادي الاهلي بيلعب باسم مصر يا جماعه، فلو سمحتوا وافقوا على عدد جماهير كبير. نورتوني وشرفتوني ومع الف سلامه.